جمهور السعيدي كان في الموعد لمتابعة الفريق المحلي المصمم على افتكاك نقاط الفوز أمام التشكيلة الحرشية التي بدورها كانت مرفوقة بالأنصار. وبشعار لا للعنف نعم للروح الرياضية جرى اللقاء الذي شهد في دقيقته الثانية الإعلان عن ضرب الجزاء لصالح سعيدة بعد عرقلة اللاعب بوحفص، لكن اللاعب أصلتي فوت على رفاقه فرصة التهديف. في حين كان لاعب الحراش شبه غائبين في الهجوم ما عدا هذه الفرصة التي أخرجها الحارس المحلي واضح مستخدما كل قواه، وهذا في الدقيقة 31 لتكون بعد ذلك الدقيقة 40 موعدا لفتح باب التسجيل من اللاعب السعيدي والتقيدي بكرة ثابتة لم يترك أي حظ للحارس غول. ولم يكن بمقدور أي فريق تغيير النتيجة التي انتهت في مرحلتها الأولى بهدف دون رد لسعيدة. بعد مضي 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني المهاجم بوحفص يتلقى الكرة ودون انتظار يعمق الفارق. الثنائي والتقيدي وبوحفص شكل خطرا على دفاع الحراش. من جانبهما المهاجمان سواكير وحداد هددا مرمى المحليين. وبنفس طريقة الهدف الأول لسعيدة سجل اللاعب البديل حدوش لصالح اتحاد الحراش، وهذا في الدقيقة 69. وقبل نهاية اللقاء ب3 دقائق صحراوي وبهدف جميل يضيف الإصابة الثالثة لصالح مولودية سعيدة. وافتراق الفريقين على هذه النتيجة في روح رياضية عالية.